الحب يصنع المعجزات، وخلف مشاعرهم تسمع حكايات مشاعر. الآن مع أريد نتهلاو في الإنترنت، لأن مشاعر الناس هي الأساس. الكاس هذا مخدوم الكريستال، شوفي كيفاش هو يبرق، شوفي وبين اوريجينال. الكاس هذا مخدوم بالزجاج عمار، ولا راه يبرق على خاطر مغسول بريليزيس. هذا ما كان بريليزيس صح. نعم بريليزيس 5 بلس الجديد يقدم لكم هذا البرنامج. هاد العملة كاليتي دي ماش تاعي راح تكون بزاف شابة، ولا واش قال نبيل؟ ما نبيلش، لازم نشوف قبل. أروح أروح. وي لي بيان رينو 5 لا كاليتي فور لا كلاس. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوبو رينو 5. إن شاء الله ما تخيبنيش عمار. ما قدرتش خويا محمود، ما قدرتش نخبي قلت لها بلي نحبها وقلت لها بلي مازال نحبها. فكر معايا مليح، المرة هذه رفدت السلاح وضربتني برصاصة على القلب، والقلب هذا كل ما يضرب مازال يفكر فيها. ما هو يلعب بيها؟ جبل ربي سمعت الحس محمودة. زهرة زعما ليه حب يقابلنا؟ ما نعرفش ميدي حب شنو اللي عنده باش يحكي فيه معانا. زيد شويه تو تعرف. اصحى وجيب. بارك فيك. تاع نور لاباس عليك؟ الحمد لله. زهرة سنين نهضر معاك. زهرة سنين دقيقة نهضر معاك. طلقني، خليني دقيقة من وقتك زهرة، نفهمك في كلش. واش نزيد نسمع عمار؟ خلاص سمعت كلش ديجا. زهرة قلت لك اسمعي لي. اطلقني عمار. اسمعي لي زهرة دقيقة برك، أنا مانيش عدوك. سيدار عندهم جاتو ياسر بنين، كارك تاخذ تيراميسو. اعطي لي ان كافي بيان سير مدام كلوز. سير راكم تقولوا علاش حب يشوفنا؟ وي اي بيان سور. عرف باللي مريم قبل ما تخرج من الدار كانت تحب دير حاجه، جيت نحكي عليها. حاجه كيفي؟ مديحة بركة ما تلعب بيها ما على بالكش. فو با مي بوندر بور اليوم تحكوا لي كلش في هذا الطابلة. موسيقى
أنا اسمع فيكم. كيف باش نبدأ نحكي لك؟ أما مريم كي عرفت روحها مريضة وما بقاليش برشا وقت بدات تخاف. والخوف هو اللي خليها تعمل حاجات على خاطرك وعلى خاطر الأولاد. كيما واش؟ كيما ما حبتكمش تقعدوا وحدكم بعدها. نقولوا باللي مريم حبت تزوجني. هذه هي. إيه؟ نجم تقول. وشكون هي المرأة اللي خيرتها لمريم؟ شو؟ هي راهي ما حبتكش تكمل حياتك واحد. هذه فهمناها. صح شكون هي المرأة اللي شافتها مريم تناسبني؟ زهرة. ما ريتيش وانتي هربة مني زهرة. انت ما عيتش تتلعب بيها. ليش لعب بك؟ ما كتبتش عليك يا قلبي بلي راك ناسي كل شيء. كان لازم نكتب. علاش؟ انت في بالك لو كان باب عارف كلش راح يخليك حية. انت ما درت اللعبة هادي كامل باش تحميني. درت اللعبة هادي كامل باش احميك. ما نملكش عمار. كذبت عليا انا وطاهر وتبان لي كان عاجبك الحال وانت تدير فيها وتضحك. مش تعرف بلي كان عاجبني الحال شويه تضحك. نفكرك زهرة بلي قتلتيني على بالك. تعمدتي باش تقتليني. لو كان مش يا ربي طولي العمر لو كان يضرك مرمي تحت التراب. بلا ما فيها والو كي نضحك شوية، ها؟ ما تقدريش تصوري شحال نحبك زهرة. أنا قادر نعاود نزيد نموت على جالك. أنا ماكش مقلق مني يا عمار. مقلق منك. سامحتي ليك فات كلش. ما على بالك بلي ما كنتش حابه نقتلك. والله ماني كنت حابه نديرها. ما فقتش كيفاش كنت خايفه يديا كانوا يرشفوا. ما فقتش كيفاش درتها. كان الكابوس هذاك قدامي حسب لي كنت حتقتلني انا والطاهر. والله ما كنت حابه نديرها وراني ندمانه بزاف عمار. على بالي زهرة. خلاص على بالي. على بالي. تعرفي زهرة كي كنت في الكوما كنت نحس بيكي. كنت تجي تقعدي قدامي تبكي سعاد. كنت نحس بكلش. دموعك ودعويك هما اللي خلوني نتنفس وما اللي خلوني نعيش. وكيف تفكرت كلش؟ كل حاجة تفكرتها على بالك. بس الحاجة اللي ما دخلتش لعقلي أكون زعفان عليك. أكون زعفان عليك زهرة. بالك خاطرك كنت هي قدامي. احنا في بالنا بيك تحب تاخو زهره.
ما بقيتش عارف واش راني نحب. سي نورمال باش تحس روحك داخل بعضك، ابخي تو اللي تعديت بيه مش شويه. صح، وعلاش ريم تجي تقول لي باللي لازم تزوجك؟ هكاكا ما نعرفوش، مريم ما قالت لناش. احنا زيد راهو ما في بالناش بحكايه مريم، ريم هي حكيت لنا كل شيء. انت ليسونسيال ما تبعش حكايه الوصية، حاول تبع قلبك. نويل عندها الحق، كي تجي تشوف انت هو اللي باش تعرس معناتها لازمك تلقى المراه اللي تتهنى معاها. قام هابل قعدتوا دي موا تجتمعوا هنا ديروا دي ريونيون باش تخيروا من الطاهر. لا سامحني سي طاهر، جوست قعدنا مع صاحبتنا هي تحكي واحنا جوست نسمعوا فيها. لا لا ماشي غير سمعتوا برك، شاركتوا تاني. بربي سامحني سي طاهر لو كان فهمتنا بالغلط، ما كانت عندنا حتى نية خايبة. كيما ديما كي تسقسي القتال يقول لك ما كنتش ناوي نخطب. لا سامحني فوز اكزاجيغي سي طاهر، ما قتلنا حد كو جو ساش. شاركتوا في كذبة كبيرة، شاركتوا في ان بلان مينابل، هذا ما يكفيش؟ باه شنو باش تعمل تاو؟ ماكش تعرس؟ قاسم كلشي صرا رابيد مو مرة واحدة أخرى. دل موقات نجي لهنا حتى الميسيون اللي مديتها لي ملقيتلهاش الوقت. عندك الحق قاسم، بصح المرة هذه عيطتلك على مسألة مهمة بزاف. إن شاء الله خير، أحكي. تفكرت باللي ما حكيتلكش على دوك؟ دوك الكلب تاعي الروتفايلر كان مونستر وحش. انت جايبني هوني باش تحكي لي على الكلب نتاعك؟ هي تبان حكايه تافهه صح، بصح انا نحكيها اللي يخدموا عندي كامل. اون برانسيب كنت نحكيها لك من الاول بصح نسيت. راك تعرف واحد كي يكبر في العمر. تفضل احكي لي على الكلب متاعك، شو اسمه قلت لي؟ دوك زاد بين يدي. مانيش نكزاجيري كي نقول لك زاد بين يدي صح. كنت جان صغير كان عندي صاحبي يربي الكلاب ويورغانيزي لي كومبا تاعهم. واحد النهار كنت انا وياه وبدات ام دوك تولد. لي سوفونير مهم. ولادة تاعها كانت صعيبة بزاف، تعاونت انا وصاحبي باش قدرت تزيد. قاسم اسمح لي تشرب حاجة؟ حاجة معناها الحكاية مطولة.
الحكايات الملاح حتى وطولنا كيكونوا نحكيوا فيهم راح يبانوا قصار. بصح الحكاية التافهين حتى ويكونوا قصار كي نسمعوهم راح يبانوا لنا طوال بزاف بزاف. نسمع فيك. أثينا أم دوك ماتت وهي تولد فيها. راك تتخيل الموت في يد والحياة في اليد الأخرى. يعني تولد بين يديك. تعرف باللي الكلاب الصغار كي يزيدوا ويتلاحوا ديريكت مولس درمهم يرضعوا؟ كيف كيف ولاد أثينا كي زادوا تلاحوا على درمهم يرضعوا فيه وهي ميتة. كانت إنسان غير جرو صغير بقى في يديا ما راحش يرضى عمو بقى يلحس لي في صباعي. من بعد صاحبي هداهولي وسميتو دوك. ما ندخلكش في التفاصيل بس حربيتو كيما ولدي كبرتو حتى نرجع غول رجع وحش. على بالك دوك يكون معايا كنت نقدر نواجه 5 رجال مسلحين بلا ما نخاف حتى واحد. وربي يعلم قداش منعني من الموت. بعد سنين يجي صاحبي اللي هداهولي يزورني ويشوف دوك. صاحبي كان طري بروفيسيونال في تربية الكلاب. في اللحظة اللي جا فيها كنت مع دوك ندرب فيه وعطيته ان اوردر. بريسكو ما حبس لما صاحبي قال له توقف. يحبس بارسكو صاحبي اللي عمره ما شافه يقول له احبس ويعصيني انا. جبت سلاح وتريت على دوك في راسه. في البلاصة اللي كان طايح فيها كانوا عينيه محلولين يشوفوا معايا. شغل كان يقول لي على ايوه لا لا خاطر خاف من واحد اكثر مني فوق هذا الارض. ما كنتش قادر نخليه معايا. حكايه غريبه الحكايه هذه. نحكيها اللي يخدموا معايا من النهار الاول باش ما يزيدوش يخافوا من واحد اكثر مني. حتى واذا خافوا ما يشوفوش معايا ناس الشوفه تاع الضو كي نقتلهم. على خاطر راح يكونوا على بالهم على فهمتك. كامل يقولوا فهمت مع الأول. حتى مالك ما على بالوش قداش من قبل راح فرد تاعهم اللي قالوا فهمت. بلا ما نحكي لك اللي قتلناهم وخليناهم في الطريق باش يكونوا عبر الاخرين. قاسم ما حكيت ليش وش حولها اختك؟ يظهر لي تعرف اخبارها اكثر مني. بيان سور ماكش اماتور الدرجة ما تعرفش بلي انا نراقبو في دارك. سي قاسم سمح لنا جبناك حتى لهنا وتعبناك. تقدر تروح. بالمناسبة قاسم لقينا شخص اللي يخدم مع الطاهر يحيى واتصل بنيجيريا. كانوا حابين ينصبوا لي فخ. هيا بيك عرفتوه.
وي وي على هذه ما كان لها تبقى تتبع في الموضوع. الجاسوس عرفناه ورانا متأكدين منه 100%. اوكي عرفتوا شكون طلع؟ سوربريز. نخليها لك مفاجأة يا قاسم، لخاطر نموت على السوربريز. تقدر تقفل الباب من وراك تخرج؟ علاه يا دوك علاه؟ مراد مامي خبا مش في البيرو؟ طاهر خرج بشون أظن لي أنت في عناية، تقوليش كنت ناوي تمشي من غير ما تسلم عليا هكا تاو هكا زينوبة أنا كم سلامش عليك مساق بيدخل في حيط الحمد لله اللي تعرف هذا أحكي لي يا طفل كم عروسة؟ عروسة؟ لا نزل بكر عليها ليه والله وقيت عرس بث إيجا نقولك أنا منحبش نتعبك تمنتي ما لقيتش نقالك أنا بنية بنت عائلة كما نعرف ولا تعش كيفيه خلنا نختارها لكذا خايف عليك مش على حاجة يا رب آخر طلعة ذا يا مامية ليه خايف عليك ليصير لك كما صار البوك دايرين به اللفعة وقتها شكون؟ شكون؟ يا ريم ريم خالتي تقوليش تولى روح وين تروح؟ ضربت لسقت شنو معناتها ولات تسكن هوني؟ فاش قام؟ شنو فاش قام؟ ما تبرد لما تحط بوك في القالب مين نوع مامي يزي؟ شو اكزاجير؟ معناها انا نتبلى عليها؟ لا حاشا وكل ما قلتلكش انا نتبلى عليها قلت بالك شي فهمت الموضوع بالغلط ولا كبرت اكثر من لازم بقيتو نعرفك بالكدا عادينا مامي كان ما منتنيش قدامك برا اسئلها ميرسي توريا مع السلامة خالتي مرحبا بولد اختي الغالي اقعد تاخذ قهوة لا لا مزروبة عايشك مامي قالت لي اللي انت وليت تسكن لهنا حبيت نحكي معك ونشوف شنو الموضوع شنو تحب تعرف؟ علاش قاعدة هوني؟ علاش ما ترجعش لدنيتك لحياتك؟ أنا جيت باش نقعد هوني على طول وعليش؟
نحب نعرس بالطاهر. تعرس بالطاهر واللي تحت التراب هذيك نسيتها؟ ماش عندها حتى معنى عندك؟ تحكي لي على أمي راكش؟ حط عينيك على رجل أختك هك. مريم ماتت وقبل من عينها هي اللي وصلتني باش ناخذ، ولا تحب وحده برانيه تجي تاخذكم؟ هي وصلتك هكا؟ هي وصلتك هكا؟ اي امك اللي قالت لي هكا؟ كانت شابة في الشاردان وسط اخواتها، بصح انا تخيلتها بين شعرات الشاردان تاعي وكان الحلم ديالي خير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. كيفاش؟ سورة البقرة آية 7. أي شكون المقصود حسب رأيك؟ الذين كفروا. لا الكلنا مقصودين. كيفاش؟ راك تمسخر؟ كنا مقصودين؟ حتى انت؟ احتمال كنا انا اكثر واحد مقصود فيه. على بالي راح تكمل، ما تخلينيش في هذا السسبنس. حتى بالمتقين عندهم حدود على عواطفهم وعلى ابصارهم وعلى سمعهم. فمش واحد يشوف الملايكه ولا يشوف الدنيا الاخرى ولا يشوف امور الغيب اللي خلقها سبحانه وتعالى. أنا على حسب رأيي الإنسان ما يقدرش يتحمل يشوف الغيب. وهو كذلك، ما ثم حتى حد فينا قلبه معبي كان بالنور. الناس الكل ختم الله على قلوبهم وجعل خشاوة على أبصارهم، ما هم إلا بشر. صحيح، هذه ما خممش فيها. صح، الله عز وجل ثاني قال وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تمام، حتى الناس اللي يعلموا مخدوم على قلوبهم. صحيح يا طاهر، قلت الناس الكل، ما راهو فما درجات. فما ناس اللي قلوبهم مفتوحه ويخليوا النور تدخل، وفما الناس اللي قلوبهم مسكره وحتى النور ما تدخلهمش. هذوك ما هما اللي ختم الله على قلوبهم واخشى ابصارهم. سماف ولا هكذاك؟ ما كان لا الثواب ولا العقاب. نعطيك مثل، التلامذة اللي في الابتدائي مثلا ما عندهم حتى فكره على القرايه في الكليه، ورغم هذا نقيموهم كما نقيموا الكبار. ما هي الا حكايه فطره، فما اللي ينجح وفما اللي ما ينجحش، واحنا ما نقيموهم كان حسب اجتهاد. هذه ما خممتش فيها، اما ما هياش حل سوليتود تاعي. شبلي ربي راك بعدت شوي عن السجي هذا المرة. متأكد؟ ايه، نحكي على لا سوليتود، زهرة،
ريم صحيح كامل الكلام اللي حكيته صحيح يعطيك الصحة وبارك الله فيك أما إدرا البومادة هي اللي داوي جرح ولا جرح هو اللي لقى البومادة اللي داوي نكملوا في الحكاية هكذاك البارتية هذه راح تقعد 3 سنين تركز برشا على الوقت عطار الوقت هو اللي يخليك تعيش بالوحدة عيش بلا وقت مادام ختم على قلبك وقلبك مازال يدق وأخشى بصرك لكن ما شاء الله مازال وجدانك مهبي من النور عارف روحك يا طه راك بديت تفهمني بشويه بشويه أعرف قلبك وما ختمه وأعرف بصرك وما أخشاه أعرف روحك يا طه سمعي تسمع عقدك ربطت الحكاية تعرف روحك مش نجم تعرف شنية الحاجة اللي تلوش عليها كما قال جلال الدين الرومي انت الحاجة اللي تلوش عليها كانك تلوش في الظلم راك ظالم كانك تلوش في الحب راك عاشق انا راني هارب من الظلم ونحوس على الحب متأكد انت تلوش على الحب ولا على الوحش راه ما مش كيف كيف يعزف المعزف اسكت ما تقول حد شيء فما حاجة واحدة يزمك تنتبه لها اللي هو أحسن لك تعيش وحدك خير من تعيش مع قلب ظالم نشوفوا كان ما زلت تذكر الجو هذا ولا لا قضية باسبورك جديد في وسط الهوية متاعك جديدة وجبت لك زادة تليفون تقع في وسط الساك والحوايج اللي طلبتهم الكل يا اخي علاش هذا الكل انا نجم نقعد هوني راه ما نقلقش شوف غزل عندي ما تنجمش تقعد هوني البلاصة هذي قريبة الدار الشق ميلا هيا انت معي كيف تركح الامور حتى ونجيني نسكر رجعك لهنا نحكي لكل شرك وكان تصير لك حاجة نوعدك ما يصير لي حد شيء شنو يصير له اللي يوعد وما يوفيش؟ ربي يحرقه بالنار يا روحي هاي حضر روحك باش نسكر من الدار بي
مريم. سافا؟ هاي مش كيما اللي طيبوا مريم؟ وي هذيك الرسيت نتاع ماما تعلمتها وانا صغيره. مريم عمرها ما كنت نجم طيبها كيف كنتوا مخطوبين. كنت كل مره تقول لي اعملها لي باش تقول لك اللي كنت اللي هي عملتها. يعني ليلي حد شيء نتفكر مره كلمتني في التليفون فرحانه على الاخر قالت لي راني سيئة وليت نعملها. فرحت لها برشا اما بعد ما علقت التليفون وليت نبكي خاطر كنت الحاجه الوحيده اللي نجم نقدها وهي لي وفي الاخر بالكل هي وقدتها. بغيف هاد العمله كاليتي دي ماش تاعي راح تكون بزاف شابه. ولا واش قال نبيل؟ ما نبيلش لازم نشوف قبل. اروح وي لي بيان رينو 5 لا كاليتي فور لا كلاس. قدم لكم هذا البرنامج برعايه اوبو رينو 5. الكاس هذا مخدوم الكريستال شوفي كيفاش هاي برك شوفي وبين اوريجينال. كاس هذا مخدوم بزجاج عمار ولا راه يبرق على خاطر مغسول بريليزيس هذا مكان. ها
بريل ديزيز. صح نهار. بريليزيس 5 بلس الجديد قدم لكم هذا البرنامج مع أريدو. نتهلاو في الإنترنت لأن مشاعر الناس هي الأساس.